هننتقل مع مشاهدينا إلى قانون أو إصدار لائحة تنفيذية لقانون يهم كل الناس. والحقيقة أنه بعد التطور الكبير في الشوارع مصر، واحدة من الأمور اللي كانت طول الوقت بتؤرق الناس والحياة اليومية إدارة المخلفات الصلبة. فكرة أنه تكون شوارع مصر نظيفة بالمعنى المطلوب، وكمان أن تكون هذه المخلفات يتم إدارتها واستخدامها بالشكل اللائق حفاظا على البيئة وصحة الناس وأيضا كبعد اقتصادي. القانون من المنتظر أنه ينهي مشكلة انتشار القمامة والمخلفات في الشوارع. خلينا نقول لحضراتكم أن البنك الدولي مثلا قرر تكلفتها ب 2.5% من الناتج المحلي مشكلة المخلفات، لأنه طبعا 100 مليون مواطن، مصر بتنتج 22 مليون طن سنويا من المخلفات، 60,000 طن مخلفات بلدية يوميا. الأرقام كبيرة جدا، وبالتأكيد لازم يكون في طريقة ومنظومة أكبر لإدارتها، وأيضا قانون ينظم ذلك. بيشرفنا وبينضم إلينا عبر زوم الأستاذ ياسر محجوب، نائب مدير برنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة في وزارة البيئة. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ. خلينا نعرف قانون تنظيم وإدارة المخلفات، احنا سمعنا عنه لكن يبقى اننا نشوف متى يتم تطبيقه وفعالية او فكرة انه اصدار اللائحة التنفيذية، تقربنا قد ايه من تنفيذ القانون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا على المقدمة بتاع حضرتك. هو الحاجة بس أشرح أولا إيه السبب اللي خلانا من خلال وزارة البيئة أو الحكومة المصرية بشكل عام إن إحنا نفكر في إعداد قانون لتنظيم إدارة المخلفات. إحنا عندنا المنظومة غير لائقة للمواطن، الشوارع يعني ما بتظهرش الوضع اللائق، ده اللي دفعنا إن إحنا نعد قانون لتنظيم إدارة المخلفات بحيث إن يكون منظم للمنظومة بشكل عام. عندنا مشاكل في الوضع الراهن، مشاكل في عملية التخطيط، مشاكل في عملية التمويل، مشاكل في عملية التجويد، مشاكل في الموارد المالية، مشاكل في القدرات البشرية القادرة على إدارة تشغيل المنظومة. ده كله دفعنا إن احنا نحط قانون منظم. درسنا كل القوانين بتاع الدول المشابهة لجمهورية مصر العربية ونهضت ازاي بمنظومة إدارة المخلفات، وبناء عليه عدينا من خلال وزارة البيئة مشروع قانون بحيث ان يكون منظم للمنظومة بشكل عام. القانون انا عايزه حضرتك تقول لنا يعني بشكل بسيط كده، يعني القانون ينظم ايه؟ ينظم جمع المخلفات، طريقه تهيئتها او تحضيرها، اعاده التدوير، يعني قول لنا ايه المراحل اللي بتمر بيها المخلفات طبقا لهذا القانون الجديد. طيب هشرح لحضرتك بصفه عامه. هو القانون في اليات اللي هتحقق الاهداف اللي حضرتك بتتكلم عليها، اللي هي تحسين منظومه النظافه في الشوارع او الجامع السكني، في عامل جزئي محترم، عامل قادر انه يشتغل في الشوارع او الشوارع تبقى نظيفه بالنسبه لنا، عامل يقدر يجمع من الوحدات السكنيه، نحسن المنظومه الاخرى وهي منظومه المعالجه بحيث ان يتم انشاء مصانع قادره على استيعاب كميه المخلفات المتولده عن المحافظات ويعالجها بصفة جيدة، ويقدر نستخرج منها موارد اقتصادية زي السماد مثلا أو طاقة بديلة أو محروزات أو خلافه، ونقدر نعمل بنية تحتية سليمة لإدارة المنظومة. فالقانون هيحط آليات، الآليات هتحقق الأهداف اللي أنا بقولها لحضرتك. إن شاء الله مع بدء تطبيق القانون على الأرض، والقانون تم إقراره من مجلس النواب وفي العرض عن السيد رئيس الجمهورية للإقرار ونشره في الجريدة الرسمية، مع بداية طب القانون إن شاء الله هنحس تدريجي اختلاف في المنظومة واختلاف في منظومة النظافة في الشوارع عموما ومنظومة المعالجة ومنظومة التخلص الآمن. يمكن الدولة ما انتظرتش القانون، عشان بس النقطة بس أنا بشبهها شوية، حق الحكومة المصرية لم تنتظر القانون تنظيم إدارة المخلفات وبدأت في إجراءات عاجلة لإنشاء بنية تحتية لإدارة المنظومة. حاليا إحنا بالشراكة مع وزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية والوزارات المعنية بنقوم بإنشاء بنية تحتية لمنظومة إدارة المخلفات في كل المحافظات. بنبدأ نشجع الشركات الشبابية إنها تشتغل في المنظومة. القانون هيضمن موارد مالية عادلة للشركات اللي هتشتغل، وده هيدفع الشباب إن هم يكونوا شركات، هتخلق فرص عمل جديدة. وده سؤالي الأخير لحضرتك. أنا بعتذر إن أنا يعني بجري بسرعة، لكن أعتقد الموضوع محتاج إنه حضرتك تشرفنا في مرة، لكن خليني أسأل حضرتك إنه موقف الشركات القائمة بالفعل. حضرتك عظيم إنك بتقول لنا في شركات هتتحمس، في مثلا شركات إعادة تدوير موجودة بالفعل، وفي شركات جمع قمامة موجودة بالفعل،
هل طبعا هيتم يعني دمج كل ده عشان تبقى منظومة موحدة للتعامل مع المخلفات وإدارتها؟ طبعا كلام حضرتك مظبوط، هو الهدف الاساسي للقانون هو ادماج كل القطاع العامل في منظومه النظافه وتقنينه بصفه رسميه. احنا الشركات اللي شغاله على الارض احنا هنقنن وضعها. يعني ايه هنقنن وضعها؟ هيبقى في اشتراطات للعمل، اشتراطات جديده، هتحصل على موارد ماليه عادله عشان تقدر تشتغل. انا ما اقدرش ادي خدمه بدون مقابل عادل، الشركات دي مش هتقدر تشتغل بدون مقابل عادل. ودي كانت النقطة الخلافية خلال السنوات السابقة، إن مفيش خدمة نظير، مفيش مقابل عادل لتلك بس الشركات. كل المصريين شركة هيقولوا لحضرتك احنا بندفع مقابل عادل وبندفع مع فاتورة الكهرباء رسوم نظافة شهرية. هقول لحضرتك هو القانون، أنا بس يعني لو بس الوقت يسمح، القانون هيضمن استدامة للموارد المالية. احنا تعمدنا في القانون الخاص بتنظيم إدارة المخلفات إن احنا ما نحملش المواطن أعباء مالية زيادة عن في القوانين السابقة. عندنا موارد مالية أخرى هيتم توفيرها من بنود أخرى، سواء من الموازنة العامة للدولة أو من الضريبة العقارية أو جزء من الصناديق الخدمات والتنمية المحلية. الدولة هتتدخل لتنظيم تلك الموارد، وبحيث إن المواطن أو أنا كساكن ما ادفعش بكذا اتجاه، ادفع لفاتورة الكهرباء وادفع للمتعهد بتاع الجامع السكني اللي بيجي يجمع مني من الشقة. لا، بالظبط هيبقى مصدر واحد. الدفع واحد، واحنا كدولة هنتدخل لتنظيم العملية دي بشكل أفضل. وبطمن حضرتك إن منظومة إدارة المخلفات لو تم إدارتها بشكل جيد ودي الدولة ماشية في اتجاهه، له عوائد كتيرة. مش العوائد بالتأكيد. إن أنا من ناحية الصحة ومن ناحية التدهور، كل دي عوائد هتعود علينا من تنفيذ منظومة جيدة لإدارة المخلفات الصعبة إن شاء الله. بالتأكيد أستاذ ياسر، بننتظر لقاء قريب مع حضرتك لتفاصيل أكتر، لأن أعتقد أن موضوع هام مهم حياتنا اليومية. أستاذ ياسر محجوب، نائب مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، بشكرك.